بتمر علينا فترة كده بنقعد بنحس بالحنين للماضي، لرمضان بتاع زمان، وبنقعد نقول لنفسنا يا ده كان رمضان زمان كان أجمل بكتير، وكان ليه طعم كده، وكان ليه يعني إحساس مختلف. وكنا مثلا لما كنا نقعد نتفرج على مسلسل معين أو فيلم كرتون أو حاجة بنحبها كانت بتيجي في رمضان زمان، فنقعد كده نسترجع الذكريات بتاعت زمان، ونقعد يعني نستشعر كده، نحس بحالة من النوستالجيا اللي كنت بتكلم عنها، أو بمعنى أصح الحنين للماضي. فيعني أغلب الناس أو تقريبا الناس اللي هي اتولدت في فترة يعني مثلا فترة الثمانينات أو اللي بعد كده، أو اللي يعني اللي قبل كده، دايما بيبقى بالنسبة لهم فكرة رمضان، بيحسوا ان يعني لا، رمضان كان زمان ليه طعم مختلف، رمضان زمان كان فيه حاجة يعني أحلى بكتير. كنا دايما يعني دايما كده لما بنبقى قاعدين مع نفسنا وبنقعد بقى نحط نفسنا في مقارنة، يعني رمضان دلوقتي لا احنا مش حاسين بطعمه، ولا احنا مفتقدين حاجات كتير قوي من الحاجات الجميلة اللي كنا بنتفرج عليها زمان، والمشاعر الجميلة اللي كنا بنحسها زمان. فيعني دايما حتى لما يعني بنحس ان احنا مش راضيين عن يعني عن نفسنا او عن احساسنا، او بمعنى اصح بيبقى في احساس جوانا كده يعني سبحان الله، طب احنا ليه مش حاسين بفرحة كده زي فرحة رمضان زمان، ومش حاسين ان احنا يعني ببهجة زي بهجة زمان. وبعدين بنقعد نتوقف كده شوية ونقول لنفسنا، طب هو انا ليه حاسس الاحساس ده؟ هو فعلا المشكلة فيا انا، ولا المشكلة في الزمن، في الايام، في السنين، ولا المشكلة في ايه بالظبط؟ وبنقعد نتساءل اسئلة كده يعني، طب هو ايه اللي اختلف؟ طب ايه الحاجة اللي مخلينا دايما بنحس الاحساس ده، ان احنا يعني رمضان زمان كان اجمل بكتير، ومشاعرنا وقتها كانت مختلفة تماما. فيعني بنتوقف كده مع نفسنا وبنقعد نتساءل، في حين ان كل زمن وكل وقت وكل يعني سبحان الله، احنا وقتها كنا بنبص لرمضان ببهجة وبروح الطفولة، ويعني كانت مشاعرنا فيها براءة، وكنا يعني كمان كانت يعني كنا لسه أطفال، أو بمعنى أصح كنا لسه يعني لسه صغيرين، مش فاهمين يعني قوي، أو ما كانش فيه مشاغل قوي، ما كانش فيه مشاكل بتاعت دلوقتي، ما كانش فيه ضغوط بتاعت الحياة كتير. بعد كده بنكتشف ان احنا بنقعد نعمل مقارنة كبيرة ما بين الماضي وما بين الحاضر، وما بين ذكرياتنا زمان والحاجات الجميلة اللي كنا بنستمتع بيها زمان، والحاجات اللي كانت بتحسسنا بالبهجة، ودلوقتي حاسين ان احنا مفتقدين الكلام دوت. في حين ان ممكن جدا ان يعني سبحان الله احنا اوقات كتير كمان يعني بنركز جدا على الحاجات الجميلة بتاعت الماضي، وبنعمل مقارنة زي ما قلت ما بينها وما بين دلوقتي، وطبعا بنركز على عيوب الحاضر، فبالتالي مش بنشوف اي حاجة جميلة من ضمن الحاجات اللي احنا عايشينها. ودي حاجة يعني انا حبيت ان انا اتكلم فيها، لان فعلا ناس كتير بتمر بالحالة دي، وكلنا يعني كلنا يعني خصوصا يعني اللي عاش فترة زمنية معينة بالنسبة له كان زمان يعني رمضان كان ليه رونق كده ولون مختلف. فيعني اكيد في ناس كتير حاسة بده، واكيد في ناس كتير بالنسبة لها فعلا رمضان كان ليه حاجة يعني في ليه حاجة معينة كده، ليه شعور بالحنين معين. ف الحابة اقوله ان احنا لو ركزنا في النقطة ديت هنلاقي فكرة النوستالجيا اللي انا لسه متكلمة فيها، وانا كنت عملت فيديو تقريبا قبل كده عن النقطة دي. فكرة النوستالجيا دي دايما بتبقى يعني على قد ما هي حاجة جميلة ان احنا بنحن الوقت جميل في حياتنا، على قد ما هي بتأيدنا وبتبقى بالنسبة لنا زي ايه، حاجة طول الوقت مأيدانا ومش قادرين نتحرر منها. فبالتالي بتسبب لنا في يعني في دايما طول الوقت حاسس ان هو مشتاق لزمن وفتره معينه خلاص عدت ومش هترجع تاني. ففكره ان الشخص يقيد نفسه دي حاجه مش كويسه ابدا. فيعني لازم نحاول بقدر الامكان نتقبل فكره الواقع، ولازم نعرف ان كل زمن وكل وقت ليه جماله وليه رونقه وليه مميزاته وليه عيوبه. احنا اوقات تقريبا
اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا من كتر ما بنحس بالحاجات الحنين بتاعت الماضي او الحاجات الجميلة بتاعت الماضي، اكيد كان بيبقى في حاجات حلوة وفي حاجات مش حلوة، بس احنا دايما عشان بنبقى حاسين بالحنين فدايما بنركز على الحاجات الحلوة اكتر ودلوقتي، وبنعمل مقارنة زي ما قلت ما بين العيوب بتاعت دلوقتي اللي احنا عايشينها، الزمن اللي احنا فيه، وما بين الفترة اللي هي اللي احنا الجميلة اللي احنا بنفتقدها في حياتنا، اللي احنا كنا عايشينها مثلا واحنا صغيرين، واحنا حاسين ان احنا بدون يعني حاسين ان احنا عايشين خفاف كده، بدون اي ضغوط، بدون اي مشاكل، بدون اي وجع دماغ، بدون اي حاجة خالص، عايشين الحياة كده يعني مجرد ان احنا بقى بنلعب ونضحك ومفيش اي حاجة في دماغنا. فمهم قوي ان احنا لازم نتأقلم، نفهم كويس ان احنا عايشين في الحياة، ويعني شيء طبيعي ان احنا بنكبر وبنمر بسنين معينة، ودايما لازم يحصل، لازم نفهم فكرة ان احنا لازم نتأقلم مع كل فترة زمنية بتعدي علينا، لازم نتأقلم ولازم نفهم كويس ان كل فترة ليها جمالها. زي ما الماضي كان فيه فترات حلوة، دلوقتي اكيد فيه فترات حلوة. لازم كمان نفهم يعني في كمان حاجة مهمة جدا لازم نعملها في حياتنا، نحاول احنا بنفسنا اللي نصنع ذكريات حلوة في حياتنا. في ناس كتير مش فاهمة النقطة دي، يعني في ناس كتير دايما بتفضل متذمرة وبتفضل دايما حاسة ان هي مهما عملت مش هترجع زي زمان، ومهما حاولت تسعد نفسها او تبسط اللي حواليها او مثلا تعمل حاجات حتى وان كانت بسيطة او كده، او ان هي تحاول تحتفل، او ان هي، كلامي مش معناه ان هو ان الانسان يعمل حاجات كبيرة يعني حاجات واو، لا، اهم حاجة ان الانسان يحاول ان هو يعمل لحظات حلوة في حياته، سواء ان هو يستمتع بلحظة حلوة، سواء ان هو ما يفضلش طول الوقت يعني حتى في طريقة تفكيره نفسها، يعني فكرة التفكير نفسها دايما بتكون قيد بيقيدنا، زي ما لسه قايله دلوقتي، يعني اصل فكرة النوستالجيا دي بتعمل مشكلة في حياتنا، بتخلينا مش مستمتعين بالمرة بالواقع اللي احنا عايشينه. ليه؟ لان احنا بنفضل طول الوقت مركزين على فكرة الماضي، وان يا كانت ايام زمان كانت اجمل، ويا ايام زمان كانت احلى، ونفضل نفخم ونكبر الفكرة، وحتى وان كان فعلا الكلام حقيقي، يعني حتى لو هو فعلا يعني الموضوع كان حقيقي، بس الفكرة ان احنا مفيش حاجة في ايدينا ان احنا نغيرها، خلاص ده كان فترة زمنية من عمرنا وعدت. فاحنا لازم نعمل ايه بقى دلوقتي؟ لازم نحاول ان احنا نتقبل الحاضر، لازم نحاول ان احنا نمنع عقلنا ان احنا نفكر بالعقلية دي ان زمان كان احلى من دلوقتي، لا، احنا نقدر نصنع لحظات احلى، نقدر نغير تفكيرنا بصورة اجمل، نقدر نفهم كويس ان كل مرحلة عمرية في حياتنا هنمر بيها، مهما كانت فيها مشاكل، مهما كانت فيها صعوبات، مهما كانت فيها حاجات بتواجهنا، ان هي اكيد كل حاجة ليها ميزة وليها عيب، بس احنا بقى نحاول نركز على الحاجات الحلوة، ما نركزش على الحاجات اللي مش حلوة، ونفضل طول الوقت نعمل مقارنة ما بين الفترة دي وما بين الحاجات الجميلة اللي احنا بنفتقدها. فكرة صناعة الذكريات نفسها، او ان الشخص يحاول يستمتع بأوقاته دي، في حد ذاتها كفيلة بان هي تنقل تفكير الواحد، تخليه يبطل فكرة التذمر، يبطل فكرة ان هو طول الوقت زي ما قلت يعمل مقارنة، يستشعر، يعني بتخليه يستشعر اللحظة، زي ما كنت اتكلمت قبل كده في كتاب بتاع The Power of Now، ودايما بقول ده من الكتب برضو الجميلة جدا جدا، فكرة بتاعته عجبتني جدا على فكرة، وفعلا بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، عن فكرة ان احنا يا اما دايما بنفضل عايشين بنفكر في الماضي، او دايما بنبقى عايشين بنفكر في المستقبل، فبالتالي احنا بنفقد اللحظة اللي احنا عايشينها، يعني بحس ان احنا يعني عايشين في زمن غير الزمن، يا اما عايشين في زمن سابق اللي هو يعني في المستقبل، اللي هو بنقعد نفكر بقى بكرة يا ترى بكرة عامل ازاي، يا ترى بكرة هيبقى فيه ايه، يا ترى بكرة هيبقى كذا، ونفضل شغالين بالنا في نفس الدوامة اللي هي مش بتنتهي، يا اما بنفضل عندنا شعور بالاحساس بالافتقاد الماضي وبفترة زمنية معينة، وحاجات الجميلة اللي كنا بنتفرج عليها زمان، الأوقات الجميلة اللي كنا بنقضيها زمان، الصداقة، الحاجات الأوقات الذكريات الجميلة اللي دايما بنقعد ايه نحس ان احنا يعني فرق جدا معانا. فاللي عايزة اقوله ان احنا مهم قوي
ان احنا نفهم زي ما قلت ان احنا كل فترة زمنية ليها جمالها، نفهم ان خلاص دي حاجة عدت، احنا مش في ايدينا ان احنا نفضل طول الوقت نتذمر، وان احنا يعني جميل ان احنا نحتفظ بالذكريات، انا ما بقولش ابدا ان احنا ننساها تماما، لا، جميل ان احنا من وقت للتاني ان احنا نتذكر اللحظات الجميلة دي ونحن لها، ما فيش اي مشكلة. بس المشكلة ان احنا نفضل طول الوقت حاطين في عقلنا ان الماضي هيبقى دايما احلى من دلوقتي، وان احنا عمرنا مهما عملنا مش هنوصل فكرة ان دلوقتي هيبقى احلى، ومثلا ممكن ان احنا مثلا ما نقدرش ان احنا نصنع لحظات حلوة، او ان احنا نقدر نسعد نفسنا حتى وان كانت بحاجات بسيطة. فكرة تفكيرنا نفسها، يعني دايما بقول فكرة يعني تفكير الانسان نفسه، ان الشخص يفكر بطريقة معينة، نبرمج عقلنا ان احنا نقدر ان احنا نستمتع بوقتنا، نبرمج عقلنا ان احنا نقدر ان احنا نستشعر السعادة في ابسط الحاجات، نبرمج عقلنا ان زي ما كان في ذكريات زمان احنا كمان لسه نقدر طول ما احنا عايشين لسه نقدر نعمل ذكريات اجمل واجمل. وزي ما احنا كنا زمان يعني بنقول زي ما احنا بنقعد نقول زمان اجمل وزمان احلى، هيجي وقت برضو هنفضل نحن للوقت اللي احنا فيه. يعني سبحان الله كمان كام سنة كده هتعدي هنقول لنفسنا ايه ده الوقت ده كان اجمل بكتير. فبالتالي لان سبحان الله الانسان اصلا يعني بيجي في وقت كده بيحس ان هو ايه بينسى كل المشاكل اللي كان عايشها في اللحظة وبيفتكر الحاجات الحلوة. فعشان كده انا دايما بقول نركز في الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا، بلاش نركز في الحاجات اللي مش حلوة، بلاش نقعد نحط مقارنة ما بين فترة والتانية، لان احنا كده هنتعب نفسيا، وفي نفس الوقت احنا مش هنقدر نحل اي يعني مش هنقدر نرجع الماضي زي ما بيقول. مهم جدا احنا نستشعر اللحظة زي ما هي، مهم جدا احنا نحاول نستمتع بوقتنا، مهم نعرف ان كل يوم بيعدي من عمرنا وكل لحظة بتعدي من عمرنا هي هدية من ربنا لينا، وان احنا نقدر زي ما قلت ان احنا نقدر نسعد نفسنا بنفسنا ونقدر نعمل ذكريات احلى واجمل. وكل وقت وليه لون وكل وقت وليه طعم. كون ان كان في فترة حلوة في حياتنا وعدت دي حاجة خلاص، دي مش نهاية الكون، ما نفضلش بقى طول الوقت نلف في نفس الدايرة، لا، نحاول ان احنا بقى نصنع لحظات حلوة، نعرف ان احنا نتأقلم مع الواقع، نكون اكتر سلاسة كده في تفكيرنا، ما نقعدش نركز بقى على الحاجات اللي موجودة دلوقتي. طبعا دلوقتي بقى فيه ضغوط اكتر بكتير من الاول، وده ممكن يكون هو السبب الرئيسي اللي مخلينا نحس ان احنا دايما بنحس بالحنين للماضي. مهم جدا كمان ان احنا نعرف ان الحياة بتلف، ودي يعني سنة الحياة، شيء طبيعي ان الايام تتعدي بينا، وشيء طبيعي ان احنا كل زمن زي ما قلت بيبقى مختلف عن التاني. بس مهم قوي ان احنا منقعدش نقارن ما بين يعني نتناسى مثلا الحاجات الحلوة اللي موجودة دلوقتي. احنا لو استشعرنا الحاجات هنلاقي في حاجات برضو جميلة برغم كل الضغوط اللي موجودة حوالينا، اكيد لسه في حاجات حلوة، فنحاول نركز فيها ونحاول ان احنا نبعد عن القيد اللي مقيدنا طول الوقت، اللي هو قيد الحنين للماضي، وافتقدنا احساسنا بالفقد طول الوقت واحساسنا بالتذمر، وان احنا دايما بنتحسر على الحاجة ديت، لان الاحساس ده يعني كفيل ان هو يخلي الانسان ما يستشعرش باي سعادة في حياته. فكمان لازم نعرف ان احنا كمان في الوقت اللي احنا كنا بنبص فيه زمان في الماضي، يعني كنا بنبص بعيون اطفال، يعني او عيون كنا لسه يعني لسه ما كانش عندنا اي مسؤوليات ولا مشاكل ولا ضغوط ولا اي حاجة. فبالتالي احنا ممكن نكون مش بنحن للماضي نفسه، لا، احنا ممكن نكون بنحن لفترة كانت حياتنا ما كانتش فيها مسؤوليات كتير زي دلوقتي، ما كانتش فيها ضغوط كتير زي دلوقتي، ما كانتش فيها حاجات يعني محسسانا بالاسترس والضغط النفسي زي دلوقتي. فالفكرة مش فكرة الزمن، الفكرة فكرة الإنسان إن هو يغير طريقة تفكيره، إن هو يحاول يتقبل الحاضر، يعرف إن زي ما في سلبيات في إيجابيات، لكل زمن في سلبيات وفي إيجابيات، ويحاول يتعايش ويتقبله
ويحاول ان هو يتصالح مع نفسه ومع الحياة كلها، يحاول ان هو يشوف الحياة بمنظور اجمل، يحاول ان هو زي ما قلنا نصنع ذكريات جديدة. مهم جدا ان احنا نفتكر ان الهدف من رمضان هو مش مجرد الاحتفال والاجواء دي بس، هو طبعا العبادة ده اولا واخيرا، ونحاول طبعا، وانا كلامي طبعا مش معناه ان احنا ما نحتفلش، بالعكس ده لازم يكون في احتفال، ونحاول ان احنا نخلق نوع من البهجة، وان احنا يعني نخلي البيت كده فيه نوع من البهجة والاحتفال، لان طبعا شهر رمضان بيبقى ليه طعم مختلف ولون مختلف، ولازم نستقبله بالاحتفال علشان ده يدخل البهجة في نفوس الناس اللي عايشة جوه البيت. وكمان دي يعني حاجة من ضمن يعني كنوع من أنواع الفرحة ونوع من أنواع البهجة. بس مهم جدا برضو ان احنا نعرف ان الهدف الرئيسي من رمضان ان احنا لازم نتعبد فيه، ولازم نحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عن الملهيات الكتيرة اللي هي ممكن تبقى موجودة كتير دلوقتي، وممكن تكون بتبعدنا نوعا ما عن الهدف الرئيسي اللي هو الصوم والعبادات والصلاة وختم القرآن. لان طبعا دلوقتي يختلف عن زمان، يعني زمان كان فيه كل حاجة، كان فيه كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي، بس دلوقتي بقى فيه يعني بكثرة، يعني بقى فيه ملهيات اكتر، كمية برامج اكتر، كمية مسلسلات اكتر، كمية حاجات بتشتتنا وتخلينا فكرة العبادات نفسها ان الشخص يبقى متمسك بيها طول شهر رمضان بتبقى بالنسبة له يعني حاجة مش سهلة. فنركز على النقطة دي ونحاول ان احنا نصنع اجواء جميلة، ونحاول ان احنا نحتفل برمضان، ونفهم كويس ان كل الحياة يعني دايما بتدور وبتلف، والايام يعني بتجري، وطبعا احنا يعني كده كده خلاص حاجة، طالما ايام اللي عدت المفروض احنا بقى ما نضيعش حياتنا كلها في اننا نتحسر ونتذمر، وان احنا نفضل نفتكر الايام الجميلة بتاعت الماضي. جميل جدا ان احنا نفتكرها من ما بين فترة والتانية، يعني كنوع من انواع ايه، حاجة كده بتبهجنا وحاجة بتسعدنا، بس مهم جدا احنا ما نحطش نفسنا في فكرة في قالب او في نمط ان احنا نفضل طول الوقت يعني نتحسر، ونفضل طول الوقت متشوقين قوي للايام دي، لان ده بيخلينا يمنعنا ان احنا اصلا نستمتع بالحاضر. وطبعا يعني الحاضر ده هو يعني الانسان لو معاش اللحظة اللي هو عايشها يبقى هو كده تقريبا بيدمر حياته. ودي الفكرة اللي انا كنت لسه قايلاها دلوقتي في عن كتاب صبار أفناه، ودي اللي اتكلم عنها اصلا الكاتب، ودي اللي المفروض فعلا نعملها في حياتنا تماما. يعني احنا لازم يعني ما نركز الماضي، ولا نفضل طول الوقت نفكر في المستقبل، نركز على اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، نحاول ان احنا نستشعرها، نحاول ان احنا نحمد ربنا على النعم الموجودة، ما نركز على السلبيات، نحاول ان احنا نصنع اجواء حلوة، نحاول ان احنا يعني نحس بقيمة اللحظات اللي موجودة في حياتنا، نحاول ان احنا نصنع ذكريات حلوة جميلة في حياتنا نفتكرها بعدين، زي ما برضو كنا بنفتكر حاجات من الماضي اكيد في اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي هنفتكرها كمان قدام كام سنة. وزي ما قلت ما نحطش نفسنا طول الوقت في ان احنا بنركز يعني في فكرة الحنين للماضي طول الوقت، لان دوت هيخلينا نحس ان احنا يعني في مشكلة في حياتنا ناقصينها، وهيخلينا نبعد تماما عن فكرة ان احنا نستشعر بقيمة حياتنا او بقيمة او بالسعادة عموما، او نستشعر ان احنا يعني هيخلينا نفتقد دايما فكرة ان احنا نستمتع بلحظاتنا. بس ده كان الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم، نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا، باي باي.